نستكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة التالية اللي هي الباست بيرفكت أو الماضي التام. المعلومة اللي أنا عايز أوصلها لحضراتكم يا سنة تانية إن الماضي التام لابد علشان يستخدم لازم يكون عند حضرتك جملتين. دي قاعدة عامة تحطها في دماغك، لأن القاعدة بتقول إيه؟ فاكرين لما قلنا إذا حدث حدثين وراء بعضهما في المستقبل؟ لا، هي نفس الأدوات اللي أنا استخدمتها، بس المرة دي إذا حدث حدثين وراء بعضهما في الماضي. زي النهاردة أنا صحيت من النوم وصليت الصبح، يبقى إذا أنا الاستيقاظ هو الحدث الأول، وصلاة الصبح كانت حدث ثاني، والاثنين تموا في الماضي وانتهى. لازم يكونوا الاثنين تموا وانتهوا. فإذا حدث حدثين، لو حد بيكتب ورايا، وعامة أنا هحاول أسجل الحلقة دي وأبعتها لكم، إذا حدث حدثين وراء بعضهما في الماضي، فإن الحدث الأول يوضع في الماضي التام اللي هو الهاد زائد التصريف الثالث، والحدث الثاني يوضع في الماضي البسيط. المبني للمجهول للماضي التام هاد بين زائد التصريف الثالث. الكلمات اللي أنا بستخدمها للتعبير عن هذا الزمن افتر، افتر وبيفور ذات، وهناخدها سنه سنه، واز سون از، وهن، وبيكوز، واز، وسينس، وهتلاقي بعدها بعد شويه هنتكلم على بيفور وافتر ذات وباي ذا تايم وهن، وبعد شويه انا قلت له انتل ونو سونر وهاردلي وسكيرسلي، وهنشوف مع بعض بقى ايه شويه حاجات كده هنشوفها مع بعض، يعني هناخدها سنه سنه لغايه ما نوصل للماضي التام المستمر، بس مع لغاية ما نختم بالسؤال المزيل، هي آخر قاعدة عندنا في هذا الترم. لو بصينا حضراتكم وركز، احنا جمعنا كل حاجة النهاردة على هذه الجزئية. أفطر، طالما أنا عندي حدث أول وعندي حدث ثاني، يبقى إذن أنا عندي حدثين، يعني عندي جملتين، فبهذا الكلام أنا محتاج بين الاثنين إلى رابط. فقسمت الروابط الزمنية لهذا الزمن روابط يأتي معها الماضي التام، وروابط يأتي معها الماضي بعدها الماضي البسيط. تعال نشوف، لو عندك أفتر وبيفور ذات، خلي بالك مش بيفور بس، بيفور ذات أهو، أهي أهي، لو انها لك أهي، ادي بيفور وادي بيفور ذات واز سون از وين بيكوز اللي هي بتساوي از اللي بتساوي سينس. هذه الجزئيه حضرات الساده هتلاحظوا انه المشكله في دول، في از وسينس. طب ده سينس احنا عارفينها ان هي بتاعه المضارع التام اللي هي بيجي وراها ما فتره زمنيه وبياتي بعدها ماضي بسيط، لا قال لي سنس كمان بتيجي بمعنى لأن، ودي من عائلة بيكوز، وآز كما هي مثل، وكما هي وايل زي ما ناخدها، وكلها إلا إنها أيضا بتكون بمعنى لأن. تخلي بالك من غرائب دول، من الغرائب. وبيكوز ليه بيجي وراها ماضي تام، وليه آز ماضي تام، وسنس بيجي وراها ماضي تام؟ قال لي لأن بعد الثلاثة دول بيأتي سبب، لأن هما بيربطوا النتيجة والسبب، فبيأتي بعدهم سبب، والسبب حدث أول والنتيجة حدث ثاني زي ما هنشوف مع بعض. قال لي مثلا after he had read the novel he watched TV. فين الحدث الأول؟ أهي had read. فين الحدث الثاني؟ أهي watched. فأصبح عندي ده حدث أول وده حدث ثاني. يروح طلع لك بقاعدة، طب احنا ايه بنتكلم باختصار عشان مش هنشرح بالتفصيل زي ما كنا في الأول. إذا غاب الفاعل بعد أي أداة، بعد أي أداة، إذا غاب الفاعل استخدم الفعل المضاف له ING. إذا بدأت جملتك بدلا من أفتر استخدمت having، يأتي بعدها التصريف الثالث للفعل. وخلي بالك حتى في المبني للمجهول لما يقول لك having تجيب بعدها been ثم التصريف الثالث. مثال having arrested the thief معناها إيه؟ بعد أن تم القبض على اللص، the police took him to the prison، دخلوا السجن. Having been arrested، بعد أن تم القبض عليه، the thief was taken to prison.
ليه يا استاذ؟ فين زابوليس؟ قال لي ما احنا حولناها المبني المجهول، يبقى هنبدا بالمفعول به اللي تم عليه القبض وهو زسي. قال لي العيله الثانيه يا استاذنا بيفور وافتر ذات، اوعى تلخبط بين بيفور ذات وافتر ذات، عكس بعض. بيفور لوحدها بيجي معاها ماضي بسيط، بيفور ذات ماضي تام، افتر لوحدها ماضي تام، افتر ذات ماضي بسيط. فدي عيلة بيفور وافتر ذات وباي ذا تايم او باي ذا التايم وهوين، دول ياتي بعدهم ماضي بسيط يعني حدث ثاني ثم ماضي تام حدث اول. ولاحظ كما قلنا before he watched، هذه ماضي بسيط حدث ثاني، he had read the novel حدث اول، يعني قبل ان يشاهد التلفزيون قرأ الرواية. اذا غاب الفاعل بعد before اتى بعدها الفعل مضاف له ing، before watching TV قبل مشاهدة التلفزيون he watched he had read the novel يعني قرأ الرواية. اما الحاجة till until يأتي قبلها حدث ثاني منفي، إذا كان الحدث الثاني في المعلوم بيبقى didn't زائد المصدر، وإذا كان الحدث الثاني مجهول بيبقى wasn't weren't زائد التصريف الثالث للفعل، وبعدهما ماضي تام مثبت. ما لاحظت till برضو أداة، إذا غاب عنها الفاعل أتى بعدها الفعل مضافا له ing. He didn't watch the TV أو TV آسف he had read the novel، يعني لم يشاهد التلفزيون لغاية ما قرأ الرواية. يعني كده لو انا حبيت بقى ايه الادوات اللي هنزيد عليها، نو سونر وهاردلي وسكيرسلي، دول ليهم موقعين في الجملة، اما ان يأتوا بين هاد والتصريف الثالث او يأتوا في بداية الجملة اهي. نو سونر وهاردلي وسكيرسلي، نو سونر اداة الربط بتاعتها ذان، انما هاردلي وسكارسلي اداه الربط بين الحدث الاول والحدث الثاني وين. قال خلي بالك اما اذا جاءوا في بدايه الكلام فان تاتي بعدهم جمله في صيغه سؤال، جمله في صيغه سؤال. We had no sooner اهي we had no sooner finished painting our new house than we moved into it. ففي هذه اللحظه جاءت بين هذا والتصريف الثالث. أما no sooner إذا جاءت بصنا we had، لما جاءت no sooner بقت had we. في جزئية تانية تخلي بالك by زائد زمن، by زائد زمن في الماضي يعني حاجة سنين تكون عدت أو أوقات عدت تمام، وممكن بنستخدم كمان يعني by سنة كذا by 2020 يعني قبل ما تيجي 20 اللي في الماضي. المهم ده كل ده بنستخدم بعده خلي بالك باي زائد سنة ماضية أو until زائد سنة ماضية، دي بتحل محل جملة الماضي البسيط، بتحل محل جملة الماضي البسيط. يبقى فاضل معايا إيه؟ الماضي التام باي 2020 the project had been completed. أهو 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 ماضي تام. هناك تعبيرات يأتي بعدها ماضي بسيط إذا أردت أن تعبر عن شيء في الحاضر، ويأتي بعدها ماضي تام إذا أردت أن تعبر عن شيء في الماضي. I wish I'd rather it's time، دول معروفين لما أخذناهم في الترم الأول، بيأتي بعدهم الماضي البسيط إمتى؟ للتعبير عن شيء في الحاضر، حقيقة من الغرائب. أما إذا أردت أن تعبر عن شيء في الماضي فيأتي بعدهم ماضي تام. فزي واحد هنا بيقول I wish I had worked harder، يعني بيقول يا ريتني أنا يا ريتني كنت اشتغلت كويس السنة اللي فاتت. في طبعا قال لك كمان بنستخدم الماضي التام مع كل كلمات المضارع التام، مع كل كلمات المضارع التام زائد بعدهم جملة في الماضي البسيط. إيه كلمات المضارع التام؟ just already ever never for since، دول كلمات يدل على المضارع التام، لكن ممكن نستخدمهم كمان في الماضي التام، في الماضي التام بشرط هنا إن يكون معاهم ماضي بسيط. هو إنه we arrived the film had already started، قبلهم في إيه؟
ماضي بسيط، يبقى اوريدي هنا لازم تكون مع الماضي التام اهي. I met May, I hadn't met her since. انت عارف since يأتي قبلها مضارع تام، ايه اللي خلى قبلها ماضي تام؟ قال لي لانه قبلها فعل في الماضي البسيط، ودي جزئية مهمة قد تكون لأول مرة تسمعها، يعني ممكن تكون لأول مرة تسمعها، يعني خلي بالك لو هنا الجملة دي، لو ده هنا مضارع تام تنفع، ولو ماضي تام تنفع بشرط أن يكون مسبوقة بفعل في الماضي البسيط. أما إذا كانت الفترة الزمنية بين الحدث الأول والحدث الثاني، الفترة الزمنية بينهم قصيرة جدا، بيأتي الاثنين في الماضي البسيط. After I saw the criminal, I called them. مجرد شفت المجرم اتصلت بالبوليس على طول، فما اقولش had seen، لا قلت so، ماضي بسيط. ليه أخ تاني أكبر منه شوية اسمه Past Perfect Continuous، زمن الماضي المستمر. إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الماضي التام؟ هو نفس الكلام، برضه حدث أول وحدث ثاني، برضه نفس الأدوات ونفس الكلام ونفس كل اللي إحنا قلناه. الفرق الوحيد هنا أنه تم تحديد مدة حدوث الحدث الأول، يعني عرفني الحدث الأول المدة التي استغرقها لكي يتم، فيعبر عن حدث استمر لفترة في الماضي قبل وقوع حدث آخر. تلاقي هناك كان هاد زائد التصريف الثالث، لكن هنا لا، ده ربط بين ماضي ماضي مستمر وماضي بسيط، فبقت هاد بين زائد فعل مضاف له اي ان جي في المبني المجهول، هاد بين زائد التصريف الثالث زيه زي الماضي التام مباشرة. ايه الكلمات اللي الاقيها تخليني اجري مباشرة على الماضي التام المستمر؟ كلمة all، كلمة for، كلمة since. all يأتي بعدها وقت زي after he had been studying all day. لو ما فيش all day كان قلت had studied بعدين he slept. he was tired، هو تعبان because he had been working in the farm all day. لو ما فيش all day كان قلت had worked على طول. When we visited my cousins in Canada, they had been living there for 6 months. حدد برضو هذه الجزئية المدة. Since he was covered in paint، يعني اتغطى كده بالبهية. ليه؟ he had been painting the room since we left، منذ أن غادرنا هذا المكان. خلي بالك، ولكن هناك حالات لا نستخدم الماضي التام المستمر ولكن نستخدم الماضي التام، زي الكلام اللي انا قلت لحضرتك عليه، الافعال اللي ما نفعتش استخدم معاها المضارع المستمر، برضه هنا ما استخدمش الماضي التام المستمر، اللي هي افعال الحس والشعور والملكيه والمعرفه. خلاص دي قلناها، يعني we were good friends we had no، فعل no اهو يتكرر تاني، ما ينفعش اقول had been knowing. الافعال للماضي التام المستمر التي لا تستغرق عاده فتره طويله، يعني بتتم بسرعه، بريك داون، تعطلت، ستوب، كلوز، اوبن، فينيش، دي افعال تستغرق فتره زمنيه قصيره، فما اقدرش استخدم معاها الاستمراريه. She was late for the meeting because her car had broken down، تعطلت. المعلومه دي اللي دايما بتيجي في الامتحان، اذا ذكر عدد مرات حدوث الفعل تستخدم الماضي التام وليس الماضي التام المستمر، لأن هذا الحدث يعتبر متكرر وليس مستمر. بمعنى When I met Ali he had finished typing three reports، كتب ثلاث تقارير. كتب كم مرة؟ ثلاثة. لأ كتب واحد وريح شوية وبعد كتب الثاني والثالث، فأصبحت تكرارية. فإذا ذكر عدد مرات حدوث الفعل لا تستخدم ماضي تام مستمر ولكن استخدم ماضي تام فقط. كده هذه القاعدة انتهت. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال ولا نمتوا؟ كمل عادي يا مستر. نعم، من ينادي؟
أنا مستغرب إن شاهد أسامة النهاردة ما اتكلمتش، مش من عادتها تسكت. مفيش حد عندي سؤال. سمية عندك سؤال؟ لا تمام يا مستر كده. تمام الحمد لله. تمام، يعني كده ماشيين كويس؟ يعني فاهمين؟ اه تمام يا مستر. يعني مفيش غير سمية اللي فاهم والباقيين محدش بيرد. انا رديت من شوية وقلت تمام. جدع يا ضحى. تمام ما شاء الله عليك. طيب نستكمل المسيرة. هاجر بتقول لي كمل، وشاهد بقيت هادية الحمد لله. طيب ربنا يكرمك إن شاء الله ويكمل عليك الهدوء. تعالوا بينا نخش على السؤال المزين، وده سؤال جاي في الامتحان أكيد، لأن هذه القاعدة لم تدرس إلا هذا العام. تعالوا حضراتكم، أولا هذا السؤال المزين وتشنتات، طبعا هو بيأتي في ديل الجملة، جاي في الديل دايما، وهو القاعدة العامة بتاعته عبارة عن فاعل الجملة الأولانية، الفاعل الجملة الأساسية ومعاها جملة. السؤال المزين يجي في الآخر، بيتركب من إيه؟ ها خلي بالك، فعل مساعد وضمير فاعل، ما تقوليش فاعل، لازم يكون ضمير فاعل، أهو نديله علامة، أهو لازم يكون ضمير فاعل، يكون ضمير فاعل أهو زي ما احنا بنشوف، أهو هذه ضمير فاعل أهو عند حضراتكم، يكون عبارة عن فعل مساعد، أهو فعل مساعد ثم ضمير فاعل، بحيث خلي بالك بحيث دي، إذا كان عند حضراتكم الفعل المساعد في الجملة مثبت يطلع في السؤال المزين منفي، وإذا كان الفعل المساعد في الجملة منفي يطلع في السؤال المزين المثبت. دي القاعدة العامة، لكن هل الكلام ده ممكن يشذ وتطلع مكانه حاجات تانية؟ أيوه ناخد مع بعض كده عشان احنا عملنا قلبنا زي كركر يعني. ايوه، تعال بص كده معايا، جنى از، اهو جنى از، شايفين الاز دي اهي اهي، ها ده عباره عن ايه؟ يعني ممكن تتفاعل معايا وتفتح المايك وتتفاعل معايا، يعني جنى از ده فعل مثبت ولا منفي؟ مثبت. مثبت، برافو عليك. لما جينا طلعناه بره بيجي ايزنت، اصبح الفعل منفي. 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 فاذا هنا جنى، هل لما جه في الاخر هو هنا قال ايزنت جنى ولا ايزنت شي؟ إذنت بحط شي. الضمير. الضمير بتاعها. ليه؟ لان القاعده بتقول ما تحطليش فاعل في نهايه السؤال المزين، حطي لي ايه؟ ضمير فاعل. الضمير الذي يحل محل ايه؟ الفاعل. كويس؟ مثال تاني، داليا هاز تايبد ذا ليترز، ها كم فاعل؟ عن عندي اثنين اهو، هاز الفعل المساعد وتايبد الفعل الاصلي. لما احط في السؤال المزين، في السؤال المزين عندي اختار مين؟ قال لي حضرتك تختار الفعل ايه؟ هذا المساعد، مثبت اهو طلع بره ايه؟ ها هازن. وجانا هذا بيتهيألي او داليا بنت، فحط مكانها مين؟ الحجه شي. طيب ماشي يا عم؟ قلت له ماشي. قال لي اهو علي وونت بي ليت ويل هي، خلاص ادي هنا بنت عندي منفي هنا، وونت ده ايه ده؟ مثبت ولا منفي؟ منفي طلع بره ويل بيجي ايه؟ ها؟ مثبت. جميل برافو. اي شال فيزيت، شال منفي ولا مثبت؟ ها؟ مثبت طلعت بره سانت اي اللي هو اي منفي. منفي. طيب قال لي دي القاعده العامه، خش بقى في اللف والدوران. في اللف يا مستر هي إذن الشيء بيكون معناها أليس كذلك أو أليس هي؟ السؤال المزيل كله له معنى واحد اللي هو اليس ايه؟ كذلك. بلغتنا احنا مش كده؟ مش كده؟ كلمة مش كده يعني دي. بالتأكيد صح؟ تمام، هي عامة كلمة السؤال المزيل يستخدم للتأكيد، خلاص؟ وبعض لحظات بيستخدم للتهديد. تمام. يعني مثلا حسب الانتونيشن بتاع النبرة،
يعني هديها لك مثال كده. يعني انت صاحبتك بتقول لك والله الفستان ده غالي مش كده؟ شفت ايه؟ واطي هنا بتعمل ايه دي؟ بتستفسر. رحت حضرتك فرح واتاخرت فيه، رجعت من الفرح ابوك قال لك انا قلت لك 100,000 مره ما تتاخريش مش كده؟ استنكار. استنكار وتهديد ووراها قلمين. خلاص؟ فاذا هذا السؤال مزيل، احنا بس دي معلومه ما لهاش دعوه بالامتحان. طبعا احنا حضرتك قلنا سؤال مزيل لعمه، فاخذنا الفعل المساعد اللي احنا بنتكلم عليه، وزي ما انت المثبت طلعناه منفي والمنفي طلعناه مثبت. افرض انا ما لقيتش يا حضرات فعل مساعد في الجملة، ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ قال لي بص حضرتك، اذا كان الفعل ما لقيتش فعل مساعد لكن الفعل في الماضي، الفعل فين؟ في الماضي زي الفعل كيم. ايه الفعل المساعد اللي بيحل محل الفعل في الماضي؟ didn't لو did. كانت ماضي بتبقى didn't. did. كويس، يبقى هنطلعه بره ايه؟ didn't didn't المنفي مثبت والمثبت منفي، وزي من زي قال لي طيب خلاص عرفنا. اذا كان الفعل في نهايته اس زي ده يعني مضارع بسيط، ايه الفعل المساعد اللي هيحل محل الفعل ده؟ does. does في اطلع الباك بره doesn't في ايه؟ النفس. doesn't. طيب في حته مش مكتوبه بس احنا هنشوفها، لو كان بدل سبيك ده سبيكس ده سبيك بس، يعني don't سبيك انجلش، يبقى الفعل المساعد هيطلع ايه؟ سبيك. don't don't تمام، برافو عليك. كويس، فاهمين فاهمين. خلي بالك انت لو بترد معايا زي ما قلنا ده بيثبت المعلومه معاك، عشان انت ما تنامش قدامي. خد ودي معايا في الكلام على اساس دائما بحس ان احنا في اكتف في تفاعل بيننا. ساعات هل دايما يا استاذ الفعل المنفي، الفعل لما يكون منفي دايما بتبقى في اداه نفي قدامه المعروفه دونت ودازنت وديدنت وهازنت وهافنت؟ قال لي لا، ده يعني حضرتك يعني ممكن تشوف حاجه تانية. قلت له ايه؟ قال لي في ادوات للنفي يا استاذنا غير دي خالص. قلت له النبي يا شيخ ربنا يكرمك قول لنا عليهم. قال لي زي كلمه فيو وليتل. ايه يا عم هتخترع ولا ايه؟ فيو ازاي؟ ده فيو بمعنى قليل. ازاي انا تكون هذه الكلمه كلمه نفي؟ ازاي؟ مين يقول لي؟ لما يكون معناها قليل ولا يكفي. بالضبط، هي لما تكون هي اصلا معناها كده، كلمه فيو لما تكون من غير معناها قليل ولا يكفي، وليتل برضو معناها اسماء حامد طلبت 50 مرة، وليتل من غير برضو معناها قليل ولا يكفي. فاذا هذه الجمله لو لقيت فيو ليتل او نيفر سيلدم اللي هي معناها نادرا، وهاردلي نادرا، وريرلي نادرا، ولو لونجر لم يعد، ونيذر لا، كل دي عبارة عن كلمات إذا وجدتها في الجملة أصبحت الجملة منفية، يبقى السؤال المزيل بتاعها يا سنة أو سنة تانية يطلع إيه؟ شرحه مثبت مثبت مثبت. ما عايز تردوا علي عشان أقول العيال راح يتعشوا ولا إيه؟ تاني يا حضرات، إذا وجدنا أي كلمة من هذه الكلمات في الجملة دل ذلك على أن الجملة منفية، فسؤالها المزيل يكون مثبت. مثبت. الحمد لله على السلامة يا أحمد يا راجل. تمام، مثلا I will never speak، يبقى will هنا أطلعها will not؟ لا، طيب ليه خلى will وقعدت will زي ما هي؟ عشان عشان في لقينا ريفر. كلمة نيفر. never و never منفي. برافو عليك. طيب نيفر اداه نفي ونفي الايه؟ الفعل سبيك. زي ريرلي فيزيت، ها لم قاعدتين في جمله واحده. الفعل فيزيت هنا يا حضرات المفروض تطلع بقى يحل محله دو، وبدل دو تطلع بره دونت زي ما قلنا من شويه. دونت ليه قلنا دو بس؟
عشان عشان ريلي ليرلي نفت الفعل. تمام، نفت الفاء. برافو عليك يا احمد، ما شاء الله عليك. طيب تعالوا بينا نبص للاختصارات. بص للاختصارات، الابوستروف دي كم حاجة؟ ابوستروف دي، قال دي ابوستروف دي وطلعت وض، ودي ابوستروف دي وطلعت وض، ود ودي ابوستروف دي وطلعت ها. هاد ليه؟ طب يا استاذ انا يعني انا في الامتحان هعمل ايه؟ في الامتحان هعمل ايه؟ هنعرفهم ازاي؟ قال لي بص اسهلها لك، لو لقيت ابوستروف دي ووراها فعل في المصدر ها، فهي بمعنى ود، بتطلع بره ودن. اهو ود بتطلع بره ودن. ودن خلاص؟ لان ادي الفعل في المصدر. انما ود هنا برضو هنا بص كده، يو هاد بيتر ستاي ان بيت. قال لي هنا يا استاذ في فعل في المصدر. قال لي بس الفاعل عند حضرتك هنا لا اي ولا وي، الفاعل مين؟ يو يو. يو فكلمة يو بيتر دي معناها يو هاد بيتر. لو انت عايز تعرفها طبعا لو ناسيها، يو هاد بيتر معناها من الافضل. يو هاد بيتر معناها من الافضل. I had rather يعني انا افضل. We would like to eat fish يعني احنا هنا ايه، انت طبعا ايه، نحن هنا كلمه would، احنا عارفين ان كلمه would اذا جاءت قبل اي فعل، الفعل لايك بياتي بعده الفعل مضاف له اي ان جي، لكن هنا لماذا اتى بعد لايك تو زائد المصدر؟ لانها مسبوقه بود. اللي عندي نوعين من مين؟ من الابوستروف اس. نوعين من الابوستروف اس الاختصارات، ادي واحده اهي، بينقسم الى اهو، الزهاز ممكن تبقى از مكتبه وممكن هذا تبقى ايه هاز. اعرف هاز ازاي؟ قال لي والله از دي هتكون طبعا هي وراها فعل مضاف له ايه اي ان جي، الفيرب بتاع النجي انما لو جاء بعدها تصريف ثالث فاست بارتيسيبال. هتبقى هذا. تمام، وادي هاز اللي انا قلت لك عليها تاني عشان التكرار بيعلم الشطار. ادي الابوستروف دي لو جاء طبعا تبقى هاد لو جاء بعدها تصريف ثالث، وتبقى وود لو جاء بعدها مرض. تمام نكمل، لسه ما خلصناش السؤال المزين. في ناس طلعت لي يا اخوان، فين الباقون؟ اين الباقون؟ اسماء يا اخوانا، مع اسماء ورحاب أم كلثوم، كله دول راحوا فين؟ هاي أم كلثوم بتنادي. تعال بص كده معايا، خلي بال حضراتكم من اللي جاي، مش هقول تاني. هو الزوم هيقفل امتى؟ anyone ها الزوم هيقفل امتى؟ هيقفل بعد 6 دقائق. ماشي anyone someone somebody everyone everybody no one تعامل anybody. معاملة المفهوم جدع يا بنت شاطرة، حتى لو الضمير بتاعها جل. برافو برافو. تمام، ادي الناس اللي مذاكرة. هذه الكلمات تعامل في الجملة الأساسية معاملة المفرد، مبروك ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون ايه؟ جم خلي جم بالك، تعالوا ما ولا تعالوا يا استاذ مثال، احنا نقعد نحكي وبس. قال لي لا بص حضرتك، everybody قال ايه؟ ها هاز هاز، ما قالش هاز، لان everybody مفرد بالعربي عندنا معناها الجميع، معناها الكل. خلاص everybody everybody قال ايه؟ هاز، فتعامل معها على انها مفرد. لكن لما جه يجيب ضمير فاعل استخدم مكانها ضمير ايه؟ جمع، فاستخدم كلمة زي. طيب المفرد ياخد هاز، لكن الجمع ياخد ايه؟ هاف. فاذا في هذه اللحظة هاز مثبتة، تطلع المفروض تطلع بره هازنت، على الكلام اللي انت علمته لنا يا استاذ. ايه بس اللي ضميرها خلاها جمع بدل هازنت بقت هافنت؟ لانك انت هي يعني بتستخدم بيعوض الفعل عنها الجمع. المساعد طبقا للفاعل، فالفاعل بيجي جمع. مش فاهمين يا استاذ؟ خد اللي جايه كمان. No one ولا حد. ها
تعامل معاها على انها مفرد فبقت از. إز المفروض تطلع بره إزنت ولكنه استخدم زي ما بتاخدش از تاخد ايه؟ بيعود ار. عنه ار المفروض يقول ارنت. طب ليه يا استاذ قلت ار وما قلتش ارنت؟ انت كل ما تقول لنا كلمه تغيرها. ليه قلت ار وما قلتش ارنت؟ لون من فيا أصلاً. آه برافو عليك، لان هذه الجمله اهي، شايف الكلمه اللي قلناها من شويه نو ون، هذه اداه من ادوات النفي، فاصبحت از منفيه. المفروض تطلع ازنت. طبعا لا، هقول له عشان نو ون المفروض تطلع از بس. قال لي لكن خليناها ار لان الضمير الذي حل محل نو ون زي، فاخد معاها حاجه جنب. تعالى بقى على العيله الاولانيه دي اللي احنا اخذناها دي كلها عيله العاقل، عايزين كمان حاجات تحل محل غير العاقل. اللي عندك everything anything nothing something، في حاجات غير عاقله مالها؟ قال لي هذه تعامل في الجمله معامله المفرد، ماشي، ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون كلمه واحده وهي it. something stops. stops يعني معناها الفعل اللي مختفي اللي هو does، يطلع بره doesn't، ماشي، لكن ما اقولش doesn't something. ايه اللي يحل محل؟ الضمير بتاعها ات. جميل، خش تاني على مثال تاني وركز. nothing لا شيء. كان المفروض كان تطلع بره كانت. كانت ليه خلاها كان زي ما هي؟ عشان nothing منفية برضو. لأن الجملة منفية بكلمة nothing، والضمير الذي حل محلها اللي هو هنا ايه؟ ات ات طيب،